بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم أيها الحضور الكرام. تواصل عقارب العتمة مسيرها ليحل موعد النور. أعمارهم تسرقها قيود الاضطهاد السياسي وتسوقها إلى أعماق الزنازين، رغم أن مواقعهم الطبيعية هي مقاعد الدراسة وحقول الوطن وبناء المستقبل. جزيرة المحرق كغالبيتها العظمى من أرض هذا الوطن التي لا تخلو من المعتقلين، من المثكلين، من المضطهدين، إلى أهلهم الحاضرين، إلى صمودهم الحاضر بيننا ألف تحية وتقدير. كلمة لوالد المعتقل محمد أمين المحكوم 13 سنة سماحة الشيخ عبد الحكيم العرادي. السلام عليكم جميعا أيها المؤمنين والمؤمنات، الصابرات والصابرين، لكم الفضل ولكم الدرجة عند الله بما صبرتم على أكباد وشباب وأزواج وشيوخ وأولاد تحملوا العناء وتحملتم العناء من أجلهم ومن أجل هذا الوطن الغالي. ولهم ولكل معتقل من رموزنا وأكبادنا وشبابنا لهم الفخر، نفتخر بهم تاجا على الرأس، ويفتخر بهم البلد، ويسجل لهم البلد بصمة خير وبركة على ما تحملوا. حينما نزور أكبادنا واقعا قبل أن نزور نتألم، قبل أن نزور نسمع ونتألم، وحينما نزور ينكشف عن قلبنا حينما نزورهم الألم بما يحملون من صبر وثبات. تعذبوا وأوذوا وسجنوا وكل قسوة لا تخطر على البال قد تحملوها. وإذا ذهبنا إليهم نرى البشاشة ونرى البسمة على وجوههم. هذا كم يحمل في القلب من فخر واعتزاز. انت بس يقولون لك ولك عليه 10 سنوات 5 سنوات، انت كم تتألم، وهو محكوم عليه 25 سنة و30 سنة بعضهم، وبعضهم إلى طول العمر وما فوق العمر سنين 60 سنة، هو عمره 40 سنة وحاكمين عليه 60 سنة، ودا تروح لكل شمال. الحمد لله، هذا من أكبر النعم أن يعيشوا أكبادنا ويعيش رموزنا ويعيش شبابنا هذه الروحية. نفتخر بهم واقعا، نقول لهم أنتم الذين ستغيرون ما يطمح له البلد، ما يطمح له البلد بما صبرتم، بما تألمتم، بما تعذبتم. هذا قليل في حقهم أن نقف نص ساعة ساعة واقعا يقمل القلب. البعض ما جاي يعطي حقوق هؤلاء، ما جاي يؤدي حقوق هؤلاء الذين تحملوا من أجل هذا الوطن. البعض مشغول بهالدنيا وتوافه الدنيا. أنا بضرب لكم مثال، خلوا واحد بس يمرض
ويقعد في المستشفى سبوع سبوعين. شوف الضيق الدنيا، يمرض ويقعد في المستشفى والناس رايحة وجاية إلى تزوره، الضيق بالدنيا، وهذا لا يشوف أهله ولا يشوف أحد. يلا في السبوعين، يلا في الشهر إذا حصل زيارة، وإذا حصل زيارة هم بعد ما يستطيع الأب أو الابن أن يقبل حتى هذا السجين. شباك من حديد، شباك من زجاج، لا تستطيع أن تسلم على هذا الولد. الأم إذا راحت، الولد إذا راح لأبيه يريد يسلم عليه ما يستطيع أن يسلم. هذا حقوق، وين الحقوق؟ يتبجحون بحقوق الإنسان، وعندنا حقوق إنسان، وعندنا منظمة إنسان، وعندنا ديمقراطية، وعندنا برلمان. بتروح إلى سجين ما تقدر تسلم عليه؟ احنا في أي دولة نعيش؟ في أي عصر نعيش؟ حتى عصر الجاهلية ما صارت هذا. سجين بتروح إليه ما تقدر تسلم عليه، ما تقدر تحتضنه. الأم إذا راحت لولدها ما تقدر تحتضن ولدها. هذا أقل حقوق السجين، أن يعيش، أن يسلم على واحد إذا راح يروح إليه، يصافحه، يسلم عليه قبله، حتى شوي يمتص الألم اللي عنده، وتمتص الأم الألم اللي عندها. بعد من حقوق هذا السجين التعلم، تعليم، التعليم حق لكل إنسان سجين، أي إنسان على وجه الحق على وجه الأرض مالك حق يجوز لك أن تمنعه من التعليم. أطفال بالله عليك على 15 سنة و 14 سنة، ما بين 14 إلى 20 سنة يمنعون من الامتحانات أو يمنعون من التعليم، أو يعطونهم الكتب وخلاص فمان الله، تعال يوم الامتحان، خلنا فرض تعال يوم الامتحان قدم. زين هذه رياضيات، هذه هندسة، هذه كيمياء، هذه فيزياء، يريد له مدرس، هو مع المدرس كثير من الأشياء غامضة ما يفتهمها الطالب، بعد من دون مدرس شلون؟ حق التعلم واجب، واجب على الدولة أن توفره لكل طالب على وجه الأرض، لكل ولد على وجه الأرض، حتى لو كان سجينا. انت اذا ما اعطيته حق التعلم هذا شيء يطلع برا بعدين. انت دولة تحرصين، الدولة لابد ان تحرص ان تكون كل ولد على وجه الارض ان يكون متعلما ومثقفا. اذا كان في السجن، كم عندنا اليوم؟ 3000 يا سيد سجين، نقول 1000 سجين، انا بقول 1000 سجين، 1000 سجين، نصهم كلهم أولاد، كلهم أولاد، 500 ولد على أقل تقدير يريد تعليم، يريدون تعليم. هذولا إذا طلعوا من دون تعلم في البلد وأصبح البلد شنو؟ أصبحوا عالة، لا متعلم، فاشل، شو يصير في البلد؟ يصير خلخلة، يصير خلخلة في هذا. ده وده وين بيروح بعدين؟ بيروح إلى مناطق الانحراف والعياذ بالله. فعلى الدولة أن تهيئ لهم، هذا من أقل الحقوق إلى هذا السجين، أن تهيئ له الدولة التعليم والثقافة. بعد حضور مراسم العزاء للوالدين، كثير من الأولاد ومن الشباب ومن الرموز منعوا من حضور مراسم وفاة العزاء. هذا مالك حق، أنت أبوه، والدة، الوالدين، الأبناء، الأمهات، الأعمام، لابد أن يحضر هذا وفاة مراسيم العزاء، ولو صباحا، ولو عصرا، ولو مساء. توفى عندنا أحد آباء المعتقلين عند أولاد اثنين قبل شهر أو شهرين في عراد، عند أولاد اثنين يا مؤمنين، حاولوا قدر الإمكان لو يطلعون ساعة واحدة لو وقت التشييع. أبي توفى، ولد ما يشوف، ما يحضر وفاة والده، هذا غريب. يقول عندنا منظمة حقوق، راحة ومنا ما في مجال. هذا من أقل حقوق السجين، أن يحصلها السجين.
إذا كانت هناك حقوق. إذا كنتم تقولون أن هناك حقوق ومنظمة حقوق للإنسان، فمن الحقوق أن توفر للسجين هذه الحقوق، المكان اللائم الملائم للسجين. عندنا سجناء يا مؤمنين الآن صايبينهم من مرض الجراب، أمراض خطيرة، آلام يقاسون، ما أحد إليهم. أين الحقوق؟ وقالوا حقوق جاي، حقوق رايح، ومنظمة حقوق. لابد الدولة أن تلتفت إلى هؤلاء. مهما كان هذا إنسان مواطن، هذا إنسان يحمل الإنسانية، حتى لو اختلف وياك، حتى لو عارضك، هذه أمور طبيعية يحتاجها أي إنسان على وجه الأرض. ولا أطيل عليكم، نجدد ثانيا وثالثا، قليل في حق هؤلاء المعتقلين أن نقف هذه الساعة أو الساعات ونقول لهم نحن معكم، نعيش معكم، نعيش آلامكم واقعا. أنتم تاج رؤوسنا وفخر هذا البلد، ومنكم يشم هذا البلد ريح الحرية وطيب الحرية وبركات هذا البلد. سيكون البلد أجمل مما كان عليه بكم، سيكون البلد أحلى وأجمل وأكمل بكم وبفخركم وبصبركم وبثباتكم. تاج على الرأس أيها المعتقلين والمعتقلات، يا أكبادا ويا شبابا ويا أزواجا ويا أمهات، تحملتم وصبرتم بما سمعتم عن أولادكم وما رأيتم. رحمة الله على الشهداء جميعا، جزاهم الله خير، رحمة الله عليهم جميعا، وجزاكم الله خيرا يا معتقلين ويا معتقلات ويا آباء معتقلين ويا أمهات معتقلات. وأنا أحس مقصر مع كل من عنده ولد، كل من عنده ولد في هذا البلد، مؤلم، مسجون، شهيد، مطارد، محروم، آلام كثيرة. تجيني ساعات بعض الرسائل، ساعات بعض الآلام، واحد ما يقدر يسوي شيء، ما يقدر واقع، ما يقدر يسوي شيء، ولا يقدر يفصح بعض الأمور، ما يقدر الإنسان يفصح عنها، ولكن يحتسبها عند الله. وما جزاء الذين صبروا إلا خيرا. نسألكم الدعاء جميعا، ونسأل الفرج لأولادكم وأكبادكم ولهذا الولد ولهذا البلد العزيز الغالي. إن شاء الله بصبرهم وبثباتهم ننال الخير ونال البركات. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من رحم الألم الذي لا يجاري الصمود، من زنازين الظلم والمعاناة يبزغ صمود أحبتنا المعتقلين الأسطوري. حين نستذكر معاناة أحبائنا السجناء والتي ذكر منها سماحة الشيخ قبل قليل، فإننا نطقطق برأسنا خجلا من هذا الصمود الأسطوري. أما الآن كلمة لوالدة المعتقل محمد فرج المحكوم 7 سنوات، والذي يعاني من أمراض مزمنة تحتاج إلى متابعة طبية مستمرة بشكل يومي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا والدة المعتقل المريض محمد فرج ذو 20 عاما. محمد فرج شاب بسيط وخجول وهادئ ويميل إلى الانطوائية. أصيب ابني محمد منذ 6 سنوات بمرض نادر ومزمن حيث سماه أخصائي الدماغ والأعصاب التصلب اللويحي المتعدد، وهو مرض يهدده بشكل بشلل كامل، إضافة إلى فقدانه البصر وقدرته على الكلام أو الموت لا سمح الله. وقد تمكن هذا المرض الخطير من الوصول إلى النخاع الشوكي. اتهم ابني محمد بالتجمهر والحرق مع مجموعة لا تربطه بهم أي علاقة أو صداقة أو معرفة، وأصدرت المحكمة في حقه حكما قيابيا يقضي بسجنه 10 سنوات، ليصبح الحكم بعد الاستئناف 7 سنوات. في تاريخ 26 يناير 2015 اعتقل محمد من قاعة المحكمة في حالة هزال وضعف على كرسي متحرك. وفي 24 مارس 2015 تقدم المحامي الأستاذ سامي سيادي لقاضي التنفيذ بطلب وقف عقوبة محمد، مؤكدا براءته وحالته المرضية الصعبة إلا أن طلبه قد رفض. وفي تاريخ 24 من هذا الشهر تقدم المحامي بطلب ثاني لضرورة وقف العقوبة لحين الفصل بالتمييز وعرضه على استشاري الأعصاب بمستشفى السلمانية. ابني محمد لم يكن له شأن بالسياسة، ومرضه لا يمكنه من مزاولة أي نشاط سياسي أو الخروج في مسيرة، فهو لا يقوي على الحركة طبيعيا. فعلى أي أساس وجهت له تهمة الحرق والتجمهر؟ كان محمد في كل زيارة واتصال يشكو من التعب والإرهاق ومن آلام شديدة ومستمرة في الرأس والظهر والرجل والعين، وذلك بسبب الإهمال الطبي المتعمد الممارس في حقه. يتواجد ابن محمد الآن في سجن الحوض الجاف، في حوض الجاف، بعد أن تم نقله في 15 مايو من سجن جو، حرم من الدواء والعلاج لفترة طويلة، رافضين تنفيذ توصية الطبيب بضرورة تناول دوائه يوميا. والجدير بالذكر، اتصل ابني محمد اليوم من سجن الحوض الجاف وأخبرني بأنه يعاني من انتفاخ خلف الرأس مسببا له آلام شديدة. يوم عن يوم يقترب المعتقل المريض محمد فرج من الموت أكثر، طالما لا يتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة. ومن هنا أطلق صرخة استغاثة أناشد فيها المعنيين وجميع الضمائر الحية بإنقاذ المعتقل المريض محمد فرج، والسعي للإفراج عنه بشكل فوري ليتسنى علاجه ومنع أي مضاعفات خطيرة على وضعه الصحي. وفي النهاية أشكر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على إتاحة الفرصة لي للتحدث عن معاناة ابني المريض محمد فرج خلف قضبان السجن، كما أشكر جميع الحقوقيين والنشطاء وكل من ساهم في نشر قضية ابني محمد. والسلام عليكم ورحمة الله. هي المحرقة حاضرة، هي المحرقة حاضرة المجد جزيرة العراقة والأصالة، نقف معها ونقف على شواطئ عزها بصمودها الذي يتكلل ربيعها المقيد خلف أسوار العناء. أبيات شعرية للشاعر الأستاذ علي البقالي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. إلى المرفوعة والشامخة رؤوسهم عزة وكرامة، إلى معتقلي جزيرة المحرق،
حتى متى نصحو على استبدادي والفجر يهتف في الورى وينادي حتى متى نصحو على استبدادي والفجر يهتف في الورى وينادي هيا انهضوا فالزحف يبدأ عندما تشد الحياة على ربا ووهادي والزحف يبدأ عندما يزهو السنا ويشع بين الحد ثم عرادي والزحف يبدأ في المحرق إننا ماضون نحو عراقة الأجداد نحو المحرق والمحرق قلعة شماء صامدة على الفساد نحو المحرق والمحرق وحدة تستاف من سلمية الأحفاد نحو المحرق حيث فخر نضالنا من يوسف نسعى إلى الحداد وإلى العشيري استطال هتافنا في الدير كم للدير من أمجاد وإلى العليين اللذين تسابقا في العز من رام من رام ومن صياد إن السماهيج الأبية أنجبت فخر النساء وخيرة الآساد إنا لنفخر والفخار تعده فخرية السكران رمز بلادي فإلى المحرق سائرون وكلنا من بين أعيان ومن أفراد وإلى المحرق واثقون بنصرنا ثقة الشباب الحر بالمقداد ثقة الشباب الحر بالمقداد ومن حسام دم الأحرار يتقد إلى علي حنين والهوى مدد رب انتقم من ظلوم ملء راحته سوء وملء جواه الحقد والحسد صنيعة السوء لا بوركت من وقح ولا استوى لك في أفق العلا عمد لا تضحك اليوم إن أوجعت أفئدة فمن دم الوطن الغالي يضاء غد لن توقف الشعب يوما عن مسيرته لن توقف الشعب يوما عن مسيرته فها هو الزحف يرنو نور طلعته لن توقفوه وقد لاحت بشائره في كل منعطف من عمق سيرته سلمية الثورة الكبرى على يده والياسمين غدا مصداق نهضته ولن تضيع دماء قال باذلها دمي فداء فروى قلب تربته ولن تجف وهذا الشعب متحد في مطلب تهتف الدنيا بقوته ولن نحيد وهذا كنه رؤيتنا شعب يريد انتخابا في حكومته ولن نحيد وهذا كنه رؤيتنا شعب يريد انتخابا في حكومته وإخوة كتبوا التأريخ منطلقا من شيعة الوطن الغالي وسنته وإخوة كتبوا التأريخ منطلقا من شيعة الوطن الغالي وسنته سننهض اليوم فجرا ملء أنفسنا شوق كشوق المعنى في حبيبته وينهض الجحفل الجرار منتفضا ومعلنا في الورى ميلاد ثورته ومعلنا في الورى ميلاد ثورته والسلام عليكم ورحمة الله.
صمود المرأة المحرقية وإصرارها أكد حضورها وحضور المطالب المشروعة في خطابها وفي حراكها. إنها المرأة المحرقية تتحرك بسلمية تطالب بمطالبها ومطالب شعبها. كلمة للناشطة الحقوقية الأستاذة ابتسام الصبا. معذرة، الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ. السلام عليكم. سلامي وتحياتي لأهالي المعتقلين 32 شمعة من معتقلين المحرق، معتقلي الرأي، ضحايا الاستهداف المتكرر. نعم، فهم ضحايا الاستهداف المتواصل عبر التلاعب والقسوة في التعامل والحقوق. فيما يخص حقوق السجناء، أن هناك قوانين سنت ولكن لم تجد النور في ظلمات السجون. محرق 32 معتقل. نحن نعني هنا المحرق لأن الوقفة تضامنية مع معتقلين المحرق. غير فيها 60 فوق 60. عندنا 4000 معتقل والسجون على طول فيها معتقلين. نعيد إنزين. سلامي وتحياتي لأهالي معتقلي المحرق، معتقلي الرأي وضحايا الاستهداف المتكرر. نعم، فهم ضحايا الاستهداف المتواصل عبر التلاعب والقسوة في التعامل والحقوق. فيما يخص حقوق السجناء، أن هناك قوانين سنت ولكن لم تجد النور في ظلمات السجون. ما جرى في سجن جو ليس جديدا، بل هو وطوال وجود هذه السجون في البحرين توجد فيها مخالفات تتعلق بحقوق المعتقلين. ولكن ما حدث في سجن جو مخالف لكل الدساتير المحلية والدولية وكل قواعد السلوك المتعلقة بتوفير الحقوق للسجناء وسلوك رجال الأمن. فيما يتعلق بحماية وصحة المعتقلين، لقد حرموا من حق العلاج والمتابعة، وهذه المخالفات الممنهجة تؤدي إلى إصابة وانتشار أمراض عديدة وتؤدي إلى تدهور الحالات. وكما هو معلوم، رصدنا حالات كثيرة للمعتقلين مصابين بالجرب والاكتئاب. فلنتصور كيف سيكون حال مريض سكر يصاب بمرض الجرب ولا يلقى متابعة جيدة. وكما هو معروف أن مريض السكر عندما لا يتم معالجته ومتابعته بصورة دقيقة قد يفقد أعضاء أو قد تتدهور حالته. طبعا هناك كثير من المعتقلين الذين حرموا من حق التعليم، ونحن الآن في أيام امتحانات. فيما يتعلق بمعتقلي المحرق تحديدا، هناك 17 معتقل محروم من حق التعليم. 17 طاقة تفيد الوطن بعد سنوات حرمت من أن يكون لها دور بارز في بناء ومواصلة مشوار الوطن. أعتقد أن بعد كل هذا، أعتقد أن السلطة بعد كل هذا، الأمور التي حدثت مع الضحايا والاستهداف المتكرر، نقف هنا لنطالب بإيقاف المحاكمات الصورية وإيقاف التعذيب وتمكين الحقوق، تبييض السجون، محاسبة كل من كان له يد أساسي أو كان له دور ثانوي في تلك الانتهاكات التي حدثت. أحداث سجن جو لم تتوقف، ما زالت تصلنا حتى الآن شكاوي متواصلة ومستمرة. أطالب أهالي المعتقلين الموجودين الآن، والحمد لله هم موجودين ومواصلين درب توصيل صرخات أبنائهم من السجون، أن يستمروا في فتح الانتهاكات ومتابعة أبنائهم متابعة دقيقة. نحن نحتاج إلى شهاداتكم، ومن شهاداتكم نستطيع أن نحرك حقوقهم التي تم تجاهلها من قبل السلطة المتجبرة. شكرا.
أما الآن كلمة لرئيس دائرة الحريات والحقوق في الوفاق السيد هادي الموسوي. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ماذا عساي أن أقول ونحن نقف بين فترة وأخرى لنتحدث عن مجموعة معتقلين في مناطق هنا وهناك، والحبل على الجرار، لأننا في كل يوم نسمع أن هناك محاكمات قد أخذت عددا من أبنائنا إلى حيث سجن جو. ما نلاحظه بأن هناك من أبنائنا من ينتقل من مرحلة عمرية إلى مرحلة عمرية أخرى وهو في أقبية السجون، ربما اعتقل أقل من 15 عام أو اعتقل أقل من 18 عام، انتقل بعد الانتهاء من 18 وهو في حضرة السجن، كما يقولون بأنه تم نقل عدد من الأبناء من سجن جو إلى الحوض الجاف، حيث الإسكان الجديد أو السكن الجديد أو المبنى المعبد والمهيئ، ولكن أعادوا عددا منهم إلى سجن جو باعتبار أنهم انتقلوا لما بعد عمر 18، فأصبحوا فوق 18، فعليهم أن ينتقلوا مرة أخرى إلى وفوق 21، اللي أقل من 21 لا زالوا، يعني نقلوا لنا أنه بعد أكملوا 18، ما أعرف، ممكن نتأكد من هذه المعلومات. عدد المعتقلين في المحرق، في مناطق المحرق، المحرق والدير وعراض وسماهيج وكل المناطق، يفوق 130 معتقلا تتوزع، يعني العدد الأكبر في قرية الدير، وتتوزع الأرقام على القرى الثانية والمناطق الأخرى. ما وددت أن أقول هو أن بقاء أبنائنا في السجن، سواء كانت مع قصة محمد فرج أو مع قصة كل معتقل هناك، سواء كان يعاني من مرض خطير أو لا يعاني من شيء أبدا، صدقوني أن السجين حينما يكون في السجن لا يستطيع أن يفعل شيئا إطلاقا إلا أن نقوم بواجبنا نحن، سواء كنا أهلا، أصدقاء، آباء، محامين، حقوقيين، مهتمين. اليوم كما سمعتم صدر التقرير السنوي للأمانة العامة للتظلمات، حينما رجعنا لهذا التقرير وجدنا فيه إحصاءات، أرقام، ولم نسمع عن حالة واحدة من الحالات المأساوية لأبنائنا في السجن. لم يعني يتحدث عن الأعيان ولا يتكلم عن الإنسان، تقرير لا يتحدث عن المشاكل والقضايا والمعاناة والانتهاكات التي يتعرض لها أبناؤنا، سواء كانوا من المحرق أو كانوا من أي قرية أخرى، بل أقول سواء كان محكوما على قضية على خلفية سياسية أو على خلفية جنائية أيضا، حتى ذلك الذي قد اعتقل بسبب تعاطيه المخدرات أو ربما سرق أو ربما ارتكب فعلا مشينا، إذا كان مسجونا يجب أن يحترم في حقه كسجين، لا أن تمتهن كرامته، لأننا إذا قبلنا إلى غير أبنائنا أو ممن تم اعتقاله على خلفية سياسية سينجر قبولنا في فعل المخالفة في حق كرامة الإنسان لغيره، سينجر على هؤلاء، وهؤلاء أبناؤنا تنعكس طبيعة حياتهم مع أقرانهم في السجن، يتأثرون بهم لأنهم
يتعاطون معهم بحب وبتعاط وبود. الواجب يقع علينا لا أن نزيد من رفع أصواتنا بين بعضنا البعض. ارفع صوتك أمام المسؤول. اليوم أخبرتني إحدى زوجات المعتقلين بأن الاتصالات من سجن جو منذ 10 مارس إلى الآن 5 دقائق فقط في الأسبوع مرة واحدة. أينكم يا أهل السجناء؟ لماذا تسكتون؟ لهم حق أن يتحدثوا 15 دقيقة مرتين في الأسبوع. اذهبوا للأمانة العامة للتظلمات. لا يذهب شخصا واحدا أو 5 أو 50 ليذهب 500 حتى نخفف على أبنائنا هناك. هم لا يستطيعون أن يذهبوا. نعم الأمانة العامة للتظلمات قالوا قد فتحوا مكتبا هناك، وفي هذا مؤشر على الحاجة إلى استقبال الشكاوى. لو لم تكن هناك حاجة لكثر الشكاوى لم يفتحوا المكتب هناك، فتحوا المكتب هناك. ولكن أبناؤنا الموجودون هناك يخافون من شيء واحد، كما حصل لأحد الشاكين حينما قدم شكواه وتعرض إلى عقاب على تقديم شكوى، ولدينا اسمه، وإن اتهمنا أو وإن استدعانا أو وإن حققوا معنا في هذا الأمر لدينا الاسم، لأننا لا نكذب، ليس في حاجتنا أن نكذب. ربما حينما نشتكي نحن نخفف عنهم قلق تقديم الشكوى. علينا أن نشتكي. ابتعدوا عن الإعلام، ابتعدوا عن التويتر، هذا لا يفيدهم ولا ينفعهم. اذهبوا وقدموا الشكوى وسجلوها بشكل مباشر وتابعوا معهم من أجل هذا الابن الذي ربما دخل حتى بمحاكمة لم تكن وفق المعايير الدولية التي تفرض أن تكون المحاكمة عادلة. لا أعرف، كل قضية تختلف عن الأخرى. فيما يتعلق بمحمد فرج مثلا الآن وأمه تتحدث، تخيلوا من له أدنى مساحة أو أدنى مستوى من الضمير مثل هذا الفرد يضعه خلف القضبان؟ ألا يمكن أن يؤخذ فيه قرارا استثنائيا؟ وفي القانون موجود أن الحكم يمكن أن يوقف تنفيذه، يمكن أن يعوض بعمل اجتماعي، بل إنه إذا كان بالفعل يعاني من هذا الأمر، وهذا ليس دعاوى أو تخرصات، هذه أمور تثبت من خلال الفحص والتحليل والهيستوري أو التاريخ المرضي لهذا السجين أو ذاك. هناك إمعان في تعمير السجون، هناك إمعان في تعمير الأعيان وإهمال الإنسان. الإنسان حينما نتحدث ترتجد السلطات بأن هؤلاء مجرمون وضعناهم خلف القضبان، ولكن نحن نعتقد أن هؤلاء انطلقوا لوجود مشكل في هذا البلد، مشكلا سياسيا، مشكلا معيشيا، مشكلة عدالة، مشكلة معيشة، مشكلة أمانة، مشكلة علاقة واضحة في يعني انفصامها بين ثقة المجتمع، ثقة أي إنسان. لا أقول المجتمع لأن هناك من يؤمن بصلاح وطهارة ونظافة وعدالة النظام، قسم من المجتمع ممن لا يؤمن بعدالة النظام من حقه أن يعترض، ومن حقه أن يرفض، ومن حقه أن يرفع صوته. وألا تقولون أن النظام ديمقراطي؟ لماذا يصيبكم الغث حينما تسمعوا أحدا يقول لكم لا؟ لأنهم موجودون في السجن، فاللاء وإن لم نقولها هي لاء بمجرد وجود هؤلاء الأبناء. فرج الله عنهم وبرد قلب كل أم وزوجة وبنت وأخ وأخت وكل من له علاقة لهؤلاء الأبناء الذين هم تاج على رؤوسنا. الله
كلمة للمحامي فؤاد سيادي، تفضل. مشكورا. أسعد الله مساءكم جميعا. في البداية معذرة، أنا لست محامي، أنا مهتم بهذا الشأن العام وشأن الوطن بشكل عام، ونفتخر بأن هناك عددا من المحامين البحرينيين، نخجل أن ننطق بطائفيتهم، نخجل أن نقول أن هذا هو من أهل السنة أو من الشيعة، وإنما هم بحرينيين قلبهم دائما على كل إنسان مظلوم في هذا البلد. فنسأل الله أن يعجل يوم الفرج عن كل أحبابنا من المعتقلين السياسيين والسجناء السياسيين. لا أريد أن أكرر ما تفضل فيه أخوتي الذين سبقوني في هذا الوقفة التضامنية، ولكنها كلمة يجب أن تقال، وأنه حق علينا وحق لهم علينا، كل من ظلم في هذا البلد حق على كل إنسان شريف في هذا البلد أن يقف معه في محنته. ولا أزيد إذا قلت لكم لا تحزنوا على أوضاع أخوتنا في داخل السجون، كما هو العنوان بأن ربيع خلف أسوار الاستبداد، ثقوا بأن أحبتنا من وراء الغضبان هم أقوى من نفسيتنا نحن في الخارج، هم يتضامنون معنا الآن، هم من دائما ستجدونهم يتابعون أمورنا كل صغيرة وكبيرة، ونحن مقصرين تجاههم. قد نعلم عن البعض منهم، ولكن أقولها عبر تجربة، السجن عمر اليوم ليس فقط 24 ساعة، في داخل السجن الإنسان الشريف المؤمن بقضيته الصامد أمام جبروت كل الأساليب التعذيب والاضطهاد والمضايقات، أقولها لكم بأن اليوم لا يعتمر فقط على 24 ساعة، اليوم يمتد إلى أشهر. ولذلك كنا في يوم من الأيام نتمنى أن لا يأتي الغروب، أن لا يأتي الليل، لنستمر ليطول يومنا، ليمكن أن نعطي بكل ما نؤتي فيه من إمكانيات مقيدة في داخل السجن، ولكن السجناء لديهم قدرات نفسية وقدرات ذاتية وقدرات عملية وقدرات فكرية كفيلة بأن تحميهم من أي انحدار. الأهم من كل ذلك، يجب أن نفهم ما هو الغرض من اعتقال أي إنسان شريف. ذنبه الوحيد بأنه حب وطنه، ليس أكثر من ذلك. أنا دائما أبنائي يقولون للسبب، لماذا يتم اعتقالكم؟ لماذا يستهدفونكم؟ أنا أعتقد السبب البسيط ويلخص كل القضية، الصراع الوطني في هذا البلد أو في غيره، هو طبيعة حب الوطن. أنا أحبه بشكل والآخر يحبه بآخر بشكل آخر. البعض يحب هذا الوطن باستجلاب العملاء والمرتزقة ليحموا عروشهم، يحموا كذا، وأنا أحب الوطن بأن أتعايش مع أخوتي في كل أمان وسلام ومحبة وإلى آخر. أطمح أن أحمي حريتي، ولذلك الأزمة الحقيقية في هذا البلد هي أزمة حريات، ولذلك سنجد كل أسباب الاعتقال بمختلف تلاوين المعتقلين ومختلف أيضا درجات الأحكام اللي صرحت عليها، هي مسألة تطلعهم إلى حرية. عندما تغيبها الحرية يحرم عليك كل شيء، ولذلك نحن أمام مشهد عام نقولها بكل أسف، بأن البحرين كلها أصبحت معتقل واسع، يعني ليس اللي موجود في السجن مرتاح ولا أيضا اللي خارج السجن مرتاح، وحتى مطالبنا البسيطة اللي تعتبر يعني مقارنة مع المجتمعات الأخرى سواء كانت العربية أو غير العربية، مطالبنا بسيطة جدا لا ترتقي إلى الواحد من ألف مما ينادي به الآخرين، ولذلك أنت تحرم منه، وليس فقط أن تحرم من حصولك عليه، وإنما تحرم الحديث عنه. الآن أصبحنا في وضع أن تتحدث عن حقوقك أنت إنسان
متهم أو إنسان غير مرغوب فيك، أنت إنسان معرض للتهم. ولذلك أقولها بكل أمانة بأن هذه بلاد تودع أبنائها في الخفاء واحدا واحدا، وأقولها لكل الأمهات الصابرات وهم لهم الفضل الكبير في صمود كل أحبتنا في السجون. أبدأ بالأم ومن ثم أقول الأخت والأخ والصديق وإلى آخره. يعني أنا والدتي في زمن السبعينات والثمانينات قدر لها بأن يجتمع في يوم من يوم من الأيام أن يكون لها ثلاثة أبناء، ابنين معتقلين وبنت، وفي ذاك التاريخ لأول مرة بنت تدخل السجن فيه، وأختي دخلت على أرضية التضامن مش على أرضية الموقف السياسي، ما عندها موقف سياسي، عندها موقف تضامن مع أخوانها، دخلت السجن. هذه اللحظة التي عظمت يعني مكانة أمي عندما بكل ما تعاني وبكل ما تنتظر من فرج لأبنائها، لكن عندما يراد لها أن تعاقب أو يراد لها أن تهان أمام الخصم دائما كانت تردد كلمة نحن نرفع رأسنا بها اليوم. دائما تقول نحن، أنا لست أول أم لها أبناء في السجون. وأن هذه قراءتها كانت عميقة بأن فعلا أهل البحرين كلهم محرضين، والأمهات يجب عليهم أن تكونوا صابرات. ولذلك أقول للأمهات وأقولها للزوجات خاصة، حذارا أن تنكسي رأسك كي لا يراك الحارس الليلي ويقول بأن هناك امرأة خجلة من الطريق الذي اختاره زوجها. فألف شكر لكم. كلمة لزوجة المعتقل محكوم بالإعدام محمد رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشهداء الذين تساقطوا في سبيل العدالة والحرية وفي سبيل عزة الوطن وشعبه. السلام على المعتقلين والمعتقلات خلف قضبان السجون. السلام على الجرحى. السلام على المواصلين بدرب النضال والحرية. السلام عليكم أيها الحضور ورحمة الله وبركاته. إننا نقف اليوم لنشارك الشعب معاناته، ففخرا لنا أن يكون منا معتقل لا عار علينا. لم يعتقل لجرم فعله، والعالم كله يعلم من هم أبناء هذا الشعب المسالم الراقي الصابر المضحي المحافظ على أرضه ودينه. يعلم العالم أن معتقلينا أهل سلم ومحبة، فها هم رموز السلام بدءا من المشيمع وعبد الوهاب وابراهيم شريف والخواجة والأمين العام، مرورا بالأطباء والمهندسين والمدرسين والجامعيين، وصولا للأطفال والنساء متواجدون جميعهم خلف القضبان يتحملون الانتهاكات، وذنبهم الوحيد محاولة تحقيق ذلك الحلم الجميل، وهو وطن يكون خاليا من الفساد، وطن يكون خاليا من التمييز، وطن يكون فيه القضاء مستقل، وطن يكون من يدافع عن أمنه هم جميع أبنائه وليس الغرباء، وطن يكون الشعب فيه صاحب السلطات. هذا هو جرم زوج المعتقل العسكري المحكوم بالإعدام محمد رمضان وزميله حسين علي، إنهم شاركوا أبناء وطنهم هذا الحلم. يقول محمد: هم كانوا يعلمون أنني لم أقم بهذا الأمر، وهم أخبروني بذلك، وقد أخبروني بسبب اتهامي به، وقالوها ببساطة:
لأنك خائن للحكومة. هل تعلمون ما هي خيانة الحكومة المقصودة؟ الجواب: قالوا لمشاركتك بالمسيرات واستغلال وظيفتك والتستر على المطلوبين. نعم، هذا جوابهم. لا يهمهم الجريمة بقدر ما يؤلمهم الحراك السلمي. إنني أسأل كل منصف: هل اعتقلوا الشيخ علي سلمان لأنه طالب باستخدام العنف؟ هل اعتقل نبيل رجب لأنه شتم طائفة أو فئة من الشعب؟ هل اعتقل العسكريين الشرفاء علي الغانمي ومحمد رمضان لأنهم قتلوا أبناء الشعب؟ جميع هؤلاء اعتقلوا لأنهم أعلنوا مطالبهم وطالبوا عنها بسلمية، ومن يفعل ما اتهموا به حر طليق. أما عن زوج محمد رمضان، واسمحوا لي على الإطالة، محمد رمضان لا يسمح له بالعلاج، وإذا تم نقله للعلاج وهذا نادرا، فإن إدارة سجن أسري تخفي التقارير الخاصة بحالته كي يذهب فقط لتسجيل اسمه بأنه حضر للعلاج ولا يحصل على العلاج المناسب. محمد رمضان اعتقل من مكان عمله، وبنفس الوقت تم اقتحام منزله وترويع من فيه دون إبراز أمر قبض. وهذا ردي على من قال أن المداهمات لا تكون إلا حسب النظام والقانون. ومحمد رمضان تم تعذيبه، وقد بين الطبيب الشرعي ووثق بتقريره ذلك التعذيب. محمد رمضان تم منعه بعد نقله لسجن أسري من الزيارة والاتصال لمدة شهر. محمد رمضان بقي 18 يوما وهو يعاني التعذيب المتواصل، وبالرغم من ذلك فإنه ليس له أي اعتراف لا بأوراق التحقيقات ولا بالنيابة، وبالرغم من ذلك حكم بالإعدام. محمد رمضان لم يسمح له بجلب شهود النفي بالاستئناف، وبالرغم من ذلك حكم بالإعدام. هل تعلمون بأن محمد رمضان أخبرنا منذ بداية اعتقاله بأنه تم إبلاغه في مبنى التحقيقات بأنه سيحكم بالإعدام كما حكم ماهر الخباز، وأخبروه بأن القاضي لن يصدق ما يقول ولن يصدق إلا ما هم يريدون؟ محمد رمضان أخبروه أنهم يستطيعون فعل أي شيء فيه دون خوف لا من مؤسسات حقوق الإنسان ولا من بسيوني، وحقيقة لابد من الإقرار بها. هذه الأمور هم لم يكذبوا بتهديداتهم له، فكل ما قالوه فعلوه. محمد رمضان بالفعل حكم بالإعدام، ومحمد رمضان عذبوه دون اكتراث. ختاماً أعتذر منكم على الإطالة، وأشكر وقوفكم معنا وإعطائنا هذه الفرصة لبيان بعض ما حصل للمحكوم بالإعدام محمد رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة لأخت المعتقلان حسن وحسين محمد درويش. Yeah.
السلام عليكم. أنا مو مبرزة شيء طبعا، بس بقول اللي أعرفه. أخواني يودوهم تاريخ 21/5/2013، هما يو بيتنا كانوا يبون حسن محمد درويش. فأحسن راح يم الباب، قالوا له من أنت؟ قال إن أنا حسين أخو حسن. قالوا ما دام أنت أخو وتشبه، تعال أنت بعد ويا حسن. فخذوهم اثنينهم، وحسن وحسين عندهم مشكلة في الفك ويحتاجون حق عملية. المشكلة اللي في الفك تأثر على رأسهم، يخلوهم ينسون بسرعة، ويصيدهم دوار في الرأس وآلام في الرأس، وهم على طول يغمى عليهم. وحسن وحسين محكوم عليهم 5 سنوات، بس ما عندي شيء. وطبعا أبوي ما كان في شيء قبل ما ياخذون حسن وحسين. من خذوهم أبوي صاد جلطة ورقدوه مدة طويلة في المستشفى، وغير مرض السكري وزاد عليه، والكليتين والأشياء. وأمي بعد مدة كانت مريضة وتعبت وايد. الله يفرج عن الكل إن شاء الله. كلمة لعضو شورى الوفاق الأستاذ عيل عشيري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. نشكر القائمين على هذه الفعالية وهذه الوقفة، ونشكر الحضور، وتحية شكر وتقدير وباقة ورد لكل القابعين في زنازين الظالمين من علماء ورموز ومواطنين ونساء وأطفال وشباب وكل المعتقلين. أهمية المحرق، تنبع أهمية المحرق أولا من التاريخ جزيرة المحرق، وثانيا كونها معقلا للحراك السياسي، وثالثا كونها موقعا للتعايش المشترك بين شركاء الوطن، وقد كانت يوم من الأيام عاصمة للبحرين. وقد عرفت المحرق بعدة تسميات، أرادوس وسماهيج والمحرق، ما يؤكد توغلها في التاريخ. وفي كل محطات الحراك السياسي كانت المحرق في المقدمة، من العشرينات إلى التسعينات وإلى الآن. يعني المحرق كان له دور كبير، وكان الكثير من القيادات تخرج من المحرق، ويحاول النظام دائما بأن يصور المحرق موقع للموالاة. دائما النظام يحاول أن يصور بأن المحرق هي موقع للموالاة وليس لها مكان في المعارضة، وهذا غير صحيح. ولكن التاريخ والواقع يؤكد غير ذلك، فشخصيات كثيرة خرجت من المحرق، من عائلة الباكر والنعيمي والشملان وسيادي وفخرو والجودر وربيعة وغيرهم من الشخصيات في مدن وقرى المحرق، وما زالت المحرق تنشط بالحراك السياسي والثقافي والاجتماعي. لم تكن يوم من الأيام المحرق مجرد موالاة، وهذا ما يحاول المحافظ وغير المحافظ أن يثبته في كثير من المعتقلي المحرق. الإحصائيات المتوفرة حالياً إن عدد معتقلي جزيرة المحرق 137 معتقل،
يتوزعون المحرق. المحرق اللي هو نقصد فريق الحياج والبناني والبسيتين، مدينة المحرق معاه البسيتين يعني وقلالي. المحرق 33 معتقل، عراد 12 معتقل، سماهيج 33 معتقل، الدير 59 معتقل. قضية المعتقلين وانتهاكات المستمرة لحقوقهم، لقد تعددت الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلين في البحرين ولا تختلف المحرق عن غيرها، ومنها المداهمات المنزلية الليلية، ما زالت المداهمات مستمرة، مداهمات المنازل، مطاردة المطلوبين يعني بشكل ليلي وما زالت مستمرة يعني بدون أمر قبض وبدون استئذان وبدون، ما زالت مستمرة هذه الأمور. التعذيب، ما زال التعذيب مستمر سواء في سجن جو أو في أماكن التحقيق أو في الشوارع أو في الدوريات وما شابه ذلك يعني. الأحكام القاسية مثل الإعدام والمؤبد وغيرها ما زالت مستمرة، وقبل يومين أو ثلاثة أيام محكمة الأسناف تؤيد حكم الإعدام على محمد رمضان وحسين والبقية اللي معهم 7 سنوات، رغم إن الاعترافات حصلت تحت التعذيب معروف يعني، وظلوا أكثر من 2 أسبوع معذبين، ورغم ذلك يعني القاضي يحكم بالإعدام على شخص أخذت اعترافاته تحت التعذيب، والدستور يقول إن هذه اعترافات غير اعترافات باطلة ولا يمكن الركون إليها والاعتماد، ورغم ذلك المحكمة تحكم، والاستئناف أيضا يؤيد هذا الحكم. قمع المسيرات والاحتجاجات السلمية ما زال موجود يعني، احنا بعد عندنا هناك مناطقنا قليلة، وعندنا كم مركز شرطة في المحرق؟ 7 ولا؟ عندنا المطار وعندنا مركز سماهيج وعندنا الحد فيه 2 والأسري والحوض الجاف والحالة والشمالي. زين؟ في التسعينات كانت هذه كلها سجون، في التسعينات هذه الأماكن كلها كانت سجون يعني مو فقط مراكز. الآن في هذه الألفية لأن هناك منظمات تبحث عن هذا الوضع وتحدد أن فيه والله السجن التوقيف مكان آخر والإصلاح مكان آخر، لذلك خلوهم في جو، بس في التسعينات كانت كلها هذه سجون، وعدهم أمل يعني وعدهم تخطيط لبناء محط يعني سجون يعني مراكز شرطة بالمحرق أكثر، ما في تخطيط لجامعة، ما في تخطيط لمراكز بحوث، ما في تخطيط، لكن تخطيط لبناء سجون وبناء مراكز شرطة في منطقة المحرق، لأن المحرق هي كانت مهد للمعارضة. تلفيق القضاء المعتقلين وهم داخل السجن أيضا ما يميز منطقة المحرق يعني، يخذ ذات مركز سماهيج المعتقل في السجن 1 أو 2 يطلقون صراحة محكوم، يروح المركز يقول لا عليك قضية قبل 2، يردون يجددون للتوقيف، والنيابة تمشي وياهم بعد ما في فصل السلطات عندنا احنا، ويردون يقعدونه مرة ثانية، خلص 2 مخلص أو 1 حكم يقول لا عليك قضية، وبعضهم عليهم قضايا وهم في السجن يعني، تاريخ القضية اللي أعطوها إياه هو موجود في السجن، ويقول أنت في هذا اليوم طلعت حرق إطارات وتسكير شوارع. هذه آخر مرة لو أعتقد أبناء فيصل حسن واحد منهم، القضية اللي متهمين فيها هو في السجن يعني، التاريخ أنه موجود في السجن. غلق المداخل والمخارج الرئيسية أكثر من 6 شهور الآن، المدخل الرئيسي للدير مغلق، المدخل اللي في سمايج أيضا مغلق، ليش ما تدري يعني؟ وإذا يقومون شباب يغلقون الشارع 5 دقائق قالوا تعطيل مصالح الناس، وستة شهور المدخل الرئيسي مغلق، هاي ما يعطل مصالح الناس ولا يعطل. التضييق على البحارة جزء من العقاب الجماعي أيضا هو التضييق على بحارة الدير وسماهيج، دخولهم البحر بإذن، خروجهم بإذن، وقت الصيد محدد، رغم من الآخرين في البحرين مفتوح عليهم الأجواء ومفتوح لهم. الاعتقال التعسفي ما زال مستمر من الشارع يعني، ومثل ما أشارت الأخت حسن وحسين جايين لحسين خدوا منه بعد حسن وخدوا حسين. احنا عندنا قصة في يعني أيضا أبو حمزة أحمد اللي هو أحمد يوسف المهدي، هذا كان مسؤول منتدى الدير وكان قضيته مع الشهيد زكريا العشيري، هذا جايين له يعني كمشرف على منتدى الدير، أولاده 2 هم قعدوا من جايين بيتهم وتفتيش قعدوا وقاعدين برا يعني، فقال له هذا من قهوة أولادي حمزة وعلي،
قالوا وين ديره؟ قال طلاب الجامعة جيبوهم. وين العدالة؟ وين أمر القبض؟ وين اللي تقولون أنتم إجراءاتكم؟ لا، وجودوهم حكموا عليهم بالسجن، حكموا عليهم يعني، رغم أن أنتم آخرينهم ما لهم علاقة بالقضية اللي جايين لها ولا هم يحزنون. هذا أيضا يميز المحرق يعني. سوء معاملة المعتقلين هذا واضح الآن في السجن جو وغير جو. تغذية ما في تغذية كلش سيئة، سوء تغذية. علاج ما في يعني، خاصة اللي أشارت لهم الأخت يعني ابتسام، اللي مصابين بالسكر، شاب أو أطفال أو عمره 16 سنة أو 20 سنة مصاب بالسكر وتخلونه بدون علاج. بعضهم اضطروا لبتر بعض الأعضاء يعني. زين هذا الشاب يعني مو تقول واحد كبير في السن والله خلاص يعني، ليش الإهمال في هذا العلاج؟ سوء معاملة المعتقلين اللي يجري في جو، ما زال الآن الدرك الأردني، روحة الحمام بالضرب، الزيارات بالضرب، أي تطلب أي شيء بالضرب يعني كله، وإهانات لفظية وإهانات نفسية وإهانات جسدية. حرمان من دراسة أشاروا للأخواني أيضا. انتهاك المدارس والمراكز الصحية في أيام السلام الوطنية، مدارس الدير وسماهيج وعراد وتحقيق مع المدرسات يعني كان واضح يعني، في مركز سماهيج وفي مركز المحرق يعني تحقيق مع المدرسات، وحتى بعضهم يعني ضربوا المدرسات. وش سوى؟ افترض اعتصموا مثلا او ما وما كان في اصلا، الطلاب هم اللي كانوا غايبين في ذيك المدارس مو المدرسات، لذلك ما كان. احدى الممرضات اللي من ضمن القضايا عليها انها محركة مسيرة من مركز عراد ورايحة الى المنامة. زين شلون طلعت من عراد وطافت الجسر والمسيرة ووصلت ما ادري يعني فوين في المريخ لو فوين، بعد تحاكم على انها يعني نظمت مسيرة وطلعت، ما حد شافها يعني من الامن، ما حد موقفوا هذه المسيرة، كلها تلفيق في تلفيق. أخيرا، لماذا نحن في هذه الوقفة التضامنية؟ جئنا من أجل إبراز مظلومية هؤلاء المعتقلين الذين تم اعتقالهم ظلما وجورا، وصدرت الأحكام القاسية والمغلظة عليهم على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب النفسي والجسدي، مما يجعلها أدلة واهية كبيت العنكبوت. ونطالب النظام أن يفرج عنهم بدون قيد أو شرط، ونطالب الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، تنفيذا لتوصيات جنيف، تنفيذا لتوصيات بسيوني، وتنفيذا لحق هؤلاء في الإفراج وبقائهم في السجن، وهو استمرار لهذا الظلم واستمرار لهذا الجور واستمرار لهذه الانتهاكات الحقوقية. والسلام عليكم. نصل إلى نهاية وقفتنا التضامنية مع معتقلي جزيرة المحرق. نشكر الحضور والمشاركين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.